جرفت آليات عسكرية إسرائيلية أكثر من 200 دنم من أراضي بلدة أم صفا غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفاد رئيس مجلس البلدة، وأضاف أن الأراضي مستصلحة ومزروعة بأشجار الزيتون والعنب حيث تم تدمير كل ما تحتويه، وأكد أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية أم صفا وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق عشرات السكان المحتجين على عملية التجريف. واتهم إسرائيل باعتماد أسلوب تفريغ الأراضي الفلسطينية من المزارعين من أجل السيطرة عليها. وفي بلدة ترمسعية شمال رام الله أفاد شهود عيان لوكالة الأناضول أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف البلدة وأضرمت النار في مخزن زراعي. هذا التصعيد يتزامن مع عملية عسكرية يشنها الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم في مدينة طولكرم ومخيمها وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين. أكثر من 100 آلية عسكرية. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. يعني هذه العمليات العسكرية وعمليات الجرف هل ما تزال مستمرة، وماذا عن الاحتجاجات أيضا من قبل الفلسطينيين عليها، هل أيضا ما تزال مستمرة؟ نعم، العملية العسكرية في طول كرم ومخيم نور شمس تحديدا مستمرة منذ 12 منتصف الليل حتى هذه الساعة. ما زالت الجرافات الإسرائيلية تقوم بجرف الشوارع وبعض البنايات، وهناك دمار واسع في هذا المخيم، إضافة إلى قيام المقاتلين الفلسطينيين بتفجير عبوات ناسفة وإطلاق الرصاص، وهناك اشتباكات. ولكن بشكل عام الوضع كارثي جدا في هذا المخيم بسبب حجم الدمار الكبير الذي يجري هناك. هذا يضاف إلى سلسلة من العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، عمليات دهم واعتقال. قبل نحو ساعتين كان هناك اقتحام لمدينة أريحة ومصادرة بعض الأموال من محل صرافة، إضافة لبعض القرى الفلسطينية في قرية نعلين، وأيضا اعتقال فلسطينيين هناك. على المقلب الآخر يواصل المستوطنون الإسرائيليون أيضا هجماتهم على الأراضي الفلسطينية. سجلنا منذ البارحة إلى هذه الساعة نحو 5 هجمات نفذها المستوطنون وعمليات تجريف أراضي تحديدا في منطقة أم صفا شمال غرب مدينة رام الله. هناك تجريف لمئات الدنومات. أيضا في الساعات الماضية أعلنت إسرائيل عن مصادرة جبل إصبيح وجزء من هذا الجبل جنوب مدينة نابلس واعتباره أراضي دولة، وهناك احتجاجات كبيرة من قبل المواطنين، ومتوقع أن يعني يحاولوا اللجوء حتى إلى محكمة الجنايات الدولية لوقف هذه السيطرة على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى هجمات أخرى ينفذها المستوطنون، سواء حرق بعض المزروعات أو حرق بعض البيوت الزراعية أو الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين. نعم، يعني من رام الله كنت معنا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان، كل شكرا لك على كل هذه المعلومات. أكثر من 100 آلية.